وللحديث أكثر عن وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون وما كشفه من حالة الضعف التي تسيطر على الهيئة وتداعيات ذلك، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد العلواني. مرحبا بك. يعني القناة الإخبارية الرسمية في العراق، وربما شاهدت ذلك في سابقة، لم يشهدها العالم، قطعت البث عن المؤتمر الصحفي لرئيس هيئة النزاهة في البلاد. ما الذي تخشاه حكومة السودان وشركاء العملية السياسية حتى يقطعوا البث عن جهة رقابية هي العليا في البلاد؟ تفضل. السلام عليكم، تحية طيبة لحضرتك ومشاهديكم الكرام. أهلا بك. نعم، يعني كان هنالك حدث كبير جدا. طبعا احنا لسنا مستغربين عن هذا الحدث، لكوني أنا اطلعت على ملف القضية بالكامل. كثير من الوثائق، عندي 186 وثيقة تثبت تورط المتهم نورزوي، وليس يعني فقط سيد نورزوي، بل هنالك شخصيات نافذة في الدولة، هنالك وزراء، هنالك برلمانيين كانوا على علم بهذه السرقات. طبعا عندما أتكلم يعني سوف أفند هذا الشيء بوثائق إن شاء الله، لكن هي نعم كانت تخشى حكومة السيد السوداني انه ان يكون هنالك يعني اكثر كشف للملفات الفساد واكثر ذكر لاسماء اخرين مؤثرين. حتى البارحه كان هنالك اجتماع في بيت السيد المندلاوي، اجتمع مع السيد السوداني واعضاء الاطار التنسيقي جميعا، الكثير من عندهم لاموا القاضي حنون لانه خرج الى الاعلام وتكلم بذلك، والكثير من عندهم لاموا حتى السيد رئيس الوزراء. طبعا هم كانت غايتهم يعني انا اطلعت على كثير ما ورد بالاجتماع ليله امس، الكثير كانوا لا يريدون كشف الحقيقه. سيد الكريم، قضيه نور زهير متورطه فيها القضاء العراقي ووزاره الماليه وهيئه الضرائب العراقيه. القضاء وزاره الماليه، يعني سيد الكريم، انا امامي وثيقه، هذه وثيقه في تاريخ 10/10/2022، هذه صادره من وزاره الماليه تحمل توقيع السيدة طيف سامي. هنا تشير السيدة طيف سامي تشير إلى أنه تفاصيل عن المبالغ المسروقة من حساب الأمانات التابعة للهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين تبلغ 3700. يعني قبل لا يطلع للإعلام حضراتكم وقبل لا يذهب نور زهير إلى القضاء، السيدة طيف سامي وصفت ذلك بالسرقات وتعلم أن هنالك سرقات. طبعا هذا الكتاب سري، هنا مكتوب سري، طبعا مرسل الى مجلس النواب، اللجنه الماليه، مكتب النائب السيد فارح الساري. يعني كان هنالك نواب يعلمون ان هنالك سرقات. نعم. سيد الكريم، هنالك من سهل لنور زهير بهذه السرقات. نعم. استاذ احمد، المؤتمر الصحفي الذي عقده حيدر حنون واختار اربيل مكانا لعقده، هل من رمزيه ما لاختيار حنون اربيل مكانا لعقد المؤتمر الذي فتح فيه النار على الفاسدين؟ بمعنى اخر، ما الذي يخشى منه حنون حتى عقد مؤتمره في اربيل وليس في العاصمه بغداد؟ سيد الكريم، يعني منذ اسبوعين هنالك اعتقالات، لا يخفى عليكم قضيه التي ظهرت للإعلام فجأة، قضية التجسس، قضية السيد محمد جوحي، وهنالك اعتقالات طالت حتى المصور الشخصي في مكتب أمانة رئاسة الوزراء. لذلك السيد حنون ذهب إلى بغداد، ذهب إلى أربيل، كان هاربا، وتسرب الإعلام أن هنالك كانت محاولات لاعتقاله بهذا الجانب. لماذا لم يكن هنالك ضمن الدائرة الإعلامية لهيئة النزاهة ويكون هنالك مؤتمر كما حدث في السابق؟ السيد السوداني حضر مؤتمر وأكثر من مؤتمر وأكثر من بيان صحفي. لكن سيد الكريم، القضية كبيرة جدا، القضية والسيد حنون كشف أنه السيد ضياء جعفر له علاقة بصفقة القرن. نعم سيد الكريم، السيد القاضي جعفر حنون وفق هذه الوثيقة قبل أن يكون رئيس هيئة مكافحة الفساد كان رئيس نائب رئيس محكمة استئناف بغداد. هذا طبعا قرار رفع الحجز عن نور زهير، الذي وقع قرار رفع الحجز عن نور زهير القاضي ضياء جعفر. لذلك كلام السيد حنون، نعم السيد ضياء جعفر كان متعاونا مع نور زهير ورفع عنه الحجز وسمح لنور زهير بسحب جميع أمواله وتهريبها إلى الخارج. طبعا تاريخ الكتاب سيد الكريم
تاريخ القرار قرار محكمة هذا مجلس القضاء الأعلى رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ محكمة تحقيق الكرخ الثانية بتاريخ 16/1/2023. فسيد الكريم هنالك شخصيات متورطة. نعم مجلس القضاء الأعلى متورط حسب الوثائق متورط. هذه الوثائق جميعها تثبت أنه ليس فقط نور زهير بل هنالك متورطين آخرين سهلوا لنور زهير سرقة الأموال وتهريب الأموال خارج عراق وأيضا خروج نور زهير خارج عراق. نعم. من برلين كنت معنا عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد العلواني، شكرا جزيلا لك.